أيها الحبيب لم يرد عليك لم يفي بوعده لم يسلم عليك لم يتواصل معك لم يعد كما كان لم يهنئك في مناسبتك لم يعزك في قريبك لا عليك لعله نسي لعله شغله شاغل لعله مرض لعله حبسه حابس لعله لم يعلم لعله طرا عليه طارئ مهم لعله لم يجد سبيلا للتواصل معك لعله له عذرا وانت تلومه لعله ولعله ولعله دائما التمس لأخيك الأعذار وأحسن الظن به سامح تغافل عن خطأه بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه وليرضى